شو بتعرف عن أغرب أسماء الأكلات بالوطن العربي؟ حكينا بأحدى فيديوهاتنا على فيسبوك عن أغرب أسماء الأكلات في سوريا والوطن العربي، وطلبنا من المتابعين يكتبوا لنا بالتعليقات شو عندهم أكلات بأسماء غريبة بمدنهم وبلداتهم، وفعلاً تجاوبت الناس معنا وصاروا يكتبوا لنا أسماء أكلات، شي غريب وشي عجيب، ونحن بصراحة أول مرة بنسمع فيها. كل شي لحد هون تمام، بس اللي مو تمام إنه الفيسبوك معتبر هاي التعليقات مسبات، وعامل لمعظم التعليقات إخفاء تلقائي وبانتظار موافقتنا عليها. حبيبي يا فيسبوك، شو إنك درويش وعلى البركة؟ هلا شوربة الحس القطرية صارت مسبة، ولا الاشخاخ العماني مسبة، ولا أكلة المطازيز السعودية مسبة؟ أكل هاد أكل يا جماعة، هدول عن جد أسماء أكلات، وصفوا النية لو سمحتوا. رح نحكي بهالفيديو عن أغرب أسماء الأكلات في 22 دولة عربية، ورح نبلش من دول عرب أفريقيا بدولة موريتانيا، ولازم تضل الأخير لتشوف بلاوي الأسماء في سوريا وجزائر، وكمان ممكن تتعرف على أكلات ما بحياتك سمعت فيها. اتسلى بلايك ومتابعة ويلا نبلش. موريتانيا. بدولة موريتانيا لقينا كتير أكلات أسماءها بالنسبة لإلنا غريبة، ومن هالأكلات أكلة الكسكس الموريتاني وأكلة مارو والحوت. السلام عليكم، جيتكم اليوم بوصفة مارو والحوت، بما أنكم الأغلبية يضربها مني دائما، ولين نشارك معكم طريقتي بالتفصيل. بتحس هالاسم شي بيشبه برامج أطفال، هيك شي مثل بيل وسبستيان. أما عند أصحابنا بالمغرب أكلة الرفيسة العمية ورزة القاضي وبابوش. نحن بسوريا عنا شي اسمه بابوش ولا هداك بابوج؟ شوفوا لي على هالأكلة، يا سلام يا سلام. هانتم وليداتي هالببوشة طيبة زوينة وبنينة تجي غزال. وبتونس الخضراء أكلة ركب العجوز وشخشوخة. عسلي من نسي الكل، شنحوي لكم، إن شاء الله نهاركم مبروك ونهاركم مزين. اليوم باش نعمل الشخشوخة، فطيرتي لليوم. وهلأ وصلنا عند أخوتنا بليبيا بأكلة البكبكة والمبغبغة ورشدة البرمة. السلام عليكم، وصفة اليوم رشدة البرمة أو رشدة مبكة. مصر التاريخية، يعني ما بعرف نقلكن الفسيخ، معروفة أكلة الفسيخ. بمصر عندهم أكلة اسمها الشلولو، وهالأكلة أحد مكوناتها الملوخية. الشلولو، الشلولو يا جماعة بتتعمل على البارد. وإجا دور السودان الأكابر، أكلة أم علي وأكلة أم فتفت. الليلة عاوز أعمل أم فتفت. الصومال القرن الأفريقي بأكلة عنجيلو، وجيبوتي أكلة العمبابول. وهيك منكون خلصنا من عرب أفريقيا، يلا نفوت لعند عرب آسيا وشوفولي على هالأسماء يا غوالي. من أكبر دولة من عرب آسيا السعودية الحبيبة بأكلات القرصان وبيض الكوكو والمطازيز. والطبخة هي المطازيز باللحم والخضار. وبعدنا واصلين على بلاد الرافدين العراقية بأكلات الطرشانة ومن السمة والمسموطة. جيت لكم اليوم راح أطبخ لكم المسموطة. طيب الإماراتية شو عندهم؟ خذ لك على هالأكلتين، البثيث والخنفروش. فابتدي أسوي إياكم إن شاء الله الخنفروش، وأخيراً ها أخيراً قص خشمكم سامحوني والله. سلطنة عمان ودول الخليج عندهم ثمار حمضيات بيسموه شخاخ. هلأ عنا بسوريا وبلبنان وبفلسطين والأردن ما بعرف شو منسميه، يمكن جريفون؟ اكتبوا لنا بالتعليقات شو اسمه. سنتكلم اليوم عن شجر عرفها العرب أو كما تسمى في دول الخليج بشخاخ. ما شاء الله ما كبر ذي الشخاخة، يا سلام. وكمان بعمان في عندهم أكلة القاشعة والمزروتة وكتشوري. وطبعاً أصل العرب اليمن السعيد، أكلاتهم ظريفة مثل الفحسة والسلتة والشفوت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبقنا اليوم الشفوت اليمني. خلونا نطلع شوي ناح الكويت بأكلات القبوط وبيض القطة. هلأ بالسعودية بيض الكوكو وبالكويت بيض القطة، وكل أكلة بتتحضر شكل عند هالدولتين الأشقاء. وصفة اليوم بيض القطة. يلا البحرين بطبختين، الصالونة والبلاليط، شي بشهي. وقطر المتحضرة كثير لقينا أسماء غريبة منها مثل الفقع والمضروبة والحسو. وأخيرا راح أسوي طريقة وصفة الحسو مثل ما طلبتوا مني. وهلأ منجي بقى على بلاد الشام، بلاد الحروب الغالية. منبلش بحبيبة قلبي الأردن بأكلة المكمورة وجعاجيل أو تشعاجيل، وهالأكلة أصل حوراني، يعني عنا بدرعة كمان معروفة. اليوم رح نعمل مع بعض تشعاجيل أو بحكولها كمان الكعكيل. وفلسطين الروح ملكة المقلوبة، وأول من اخترع أكلة الخبيصة وأكلة المصروعة، فعلا هالاسم صرعة. ولبنان الأخضر بأكلة لبن أمه وأبو شوشة.
ضل عنا سوريا والجزائر. طبعا رح نحكي عن اكلات سوريا بالاول لانه الجزائر اخذت المركز الاول بغرابه الاسماء. بسوريا عنا كتير كتير اكلات اسماء عجيب وغريب، ومنها زحي الوطاط وفريفور ومخشخشه، وبالشام مثل مهربان وحراق اصبعه وشلباطه وغيرها كتير. واخيرا وصلنا للجمهوريه الجزائريه اللي بتاخذ معنا المركز الاول بغرابه تسميات اكلاتها، وبتربح معنا صحن باطرش على كيف كيفك معمول بمدينه حماه يعني من نص سوريا. ويلا على اكلات الجزائر. رقم 4 مومو في حجر أمه، ورقم 3 حزمة العجوز، ورقم 2 القاضي وجماعته، ورقم 1 واللي أخذت المركز الأول بأغرب أسماء الأكلات في الوطن العربي هي أكلة سكران طايح في الدروج، اللي هي سكران طايح في الدرج عزكم الله. ولكن الله غالب، يعني التسمية تاع هذه الأكلة هي أسماءك، اسمها سكران طايح في الدرج، راهي أكلة عريقة من التراث الجزائري. تحية للجزائر ولكل بلدان الوطن العربي، وبالأخص بلدان بلاد الشام، سوريا والأردن وفلسطين الحبيبة. والله يفك عنكم وأزمتكم ويفرجها عليكم يا رب. اكتب تعليق وعبر عن رأيك بمحتوى الفيديو، ولا تنسى تشترك بالقناة وتفعل زر الجرس وتشارك الفيديو مع رفقاتك. تحية سورية لأشقائنا العرب بالأوادم منهم. تحيات قناة محطات ستيشنز الوطنية السورية.